الأخبار من الحدث. انزعاج تركي من زيارة بشآغة إلى مصر وفرنسا، وأنقرة غير مرتاحة للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين. بعد تجاوزات نواب ائتلاف الكرامة، الرئيس التونسي يرفض العنف، واتحاد الشغل يندد بممارسات ائتلاف الإرهاب. فيما بات يعرف بيوم النصر، بريطانيا تبدأ اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة برفقتنا. نبدأها من الملف الليبي، حيث أبلغ السفير التركي في ليبيا وزير داخلية الوفاق فتح بشآغة انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارته لمصر وفرنسا، وأن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا على حد تعبيره. كما أبلغ السفير التركي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن عدم ارتياح أردوغان للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، ويعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح مرفوض لدى أنقرة، ما لم يوافق عقيلة صالح على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على عدم الموافقة أو إقرار أي تشريعات تصدر من خارج مقر انعقاد البرلمان في بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق، كما أن أي جلسة تعقد في أي مكان آخر تعتبر غير شرعية. وأكد صالح أن التصويت على إقالة رئيس المجلس أو حل نوابه جائز بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. أن يلتئموا في المقر الرسمي في مدينة بنغازي أو المؤقت بطبرق، وعندئذ يمكنهم أن يتخذوا القرارات الصحيحة وفقا للإعلان الدستوري. وفي الختام نعلن أننا لا نقر ولا نعترف بأي قرارات أو مخرجات تأتي من خارج مقر المجلس في مدينة بنغازي أو المقر المؤقت في مدينة طبرق. أي جلسة تعتبر غير قانونية مخالفة للإعلان الدستوري ولا يقتضي مشاركة الذين لا يعادوا اليمين الدستورية، ونبلغ بذلك بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والبرلمان العربي. بالنسبة للتصويت على إقالة رئيس المجلس أو أحد نوابه، فإن ذلك جائز قانونا بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس. ذلك يتطلب موافقة 120 نائب من الحاضرين، لا يدخل فيهم النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الذين رفضوا حلف اليمين الدستوري. يعني ذلك عدم التزامهم بالمحافظة على استقلال الوطني واحترام الدستور ومراعاة مصالح الشعب، فلذلك ليس لهم صفة في التصويت في هذه المرحلة. كشفت وسائل أعلام نقلا عن عقيد بحري ليبي أن سرية بحرية مقاتلة في سوسة ضبطت باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة، مضيفا أنه تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرق ليبيا، وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية من أجل تفتيشها والتحقيق مع أفراد طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية. كانت الحمولة حسب التفتيش المبدئي حتى هذه الساعة، الحمولة هي عبارة عن أدوية متجهة إلى مدينة مصراتة. الآن المخالفة هي دخولها للمياه الإقليمية، الممنوع الدخول إليها أصلا في العرف الدولي، لا تدخل المياه الإقليمية إلا بإذن مسبق وإعلام الدولة صاحبة المجال البحري. النقطة الثانية، الكابتن لم يتخذ الإجراءات القانونية التي يجب أن يعمل بها في كل الحالات، سواء في حالة الحرب أو حالة السلم. ثالثا، الكابتن لم يعمل وفق الجهاز الموجود لديه والذي يحدد مناطق الممنوعة والمناطق النزاع والمناطق التي قد تشكل خطرا على السفينة. وفي الشأن التونسي، أكد الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وفدا من مجلس النواب رفضه لكل أشكال العنف أينما كان وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. تونس تعيش أدق
وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال. ولكن من يتوهم أو يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم. نحن نرفض العنف في الشارع، فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول. إلى ذلك دان الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي قال إن كتلة وصفها بائتلاف الإرهاب متخفية بالحصانة البرلمانية تمارسها، مستنكرا صمت القضاء على هذه الكتلة التي وصفها بالعصابة الإجرامية. كما ندد الاتحاد في بيان له بما وصفه بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية، معتبرا أنه خروجا عن الدستور وتطولا رخيصا على نساء تونس. نحن في البرلمان التونسي، نقاش حاد تحول إلى ملاسنات قبل أن يتطور الموقف لاحقا إلى عنف أدى لإصابات ونقل أحد النواب بعد أن نزف الدم من وجهه للعلاج في إحدى المصاحات. سمع عبو أغمي عليها في الحادث ولم تخرج من هول الصدمة بعد، وتشعر بآلام كما تقول بعد تعرضها لضربات في الشجار البرلماني. النواب اللي هما تلف هذا الحوار لا يفقهون لغة الحوار، بل يفقهون فقط لغة العنف. هذا هو، لأن النواب هذوما لا يؤمنون بالمؤسسات وبالديمقراطية، هم دعاة فوضى. خلفية الحادث تباين الحاد في وجهة النظر حول قضايا المرأة والعنف السياسي والديني وحرية التعبير في البرلمان التونسي. حديث لأحد نواب الكرامة المحسوبة على حركة النهضة تضمن آراء اعتبرها التيار الديمقراطي والحركة النسائية رجعية ومهينة للمرأة التونسية. هنالك معناها شريحة تنتمي إلى جهة معينة لم تتقبل أن تكون للمرأة حقوق مدسترة وعندها قانون معناها يحماها. امتداد العنف إلى البرلمان يعزز الهواجس في تونس من ردة اجتماعية وفكرية، خاصة في مجالات حققت فيها مكاسب تاريخية كبيرة من بينها حقوق المرأة. راشد الغنوشي سار عائدا لمقعده مع استئناف الجلسة العامة وكأن شيئا لم يحدث، بيد أن زعيم الحركة التي خرج من عباءتها نواب كتلة الكرامة واجه تهديدات بعزله إذا لم يستجب لمطلبين تقدمت بهما خمسة كتل برلمانية، وهما رفع الحصانة عن النواب الدواعش كما وصفهم النائب حسون الناصفي وتقديمهم للعدالة. خليل ولد جدود، الحدث، تونس. تنطلق اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في بريطانيا في تحرك حاسم في مواجهة جائحة كوفيد-19. 50 مستشفى في إنجلترا إلى جانب مستشفيات أخرى في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية دربت كوادرها واستعدت لبدء أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا. 800,000 لقاح فايزر بايونتيك المرخص من هيئة تنظيم الدواء وصلت إلى المستشفيات. هذا يبدو وكأنه بداية النهاية لكورونا في سباق ماراثوني سيستغرق عدة أشهر لتحصين أي شخص يحتاج إلى التطعيم. وفق توصيات مجموعة العمل المكلفة بالتلقيح، ستشمل المرحلة الأولى من التحصين من يبلغ 80 من العمر أو ما فوق، إلى جانب المقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها وفي خدمات الصحة الوطنية. والملكة إليزابيث الثانية من بين المؤهلين لتناول هذا التطعيم كما أشارت وسائل إعلامية. وفيما رحبت غالبية الناس بانطلاق التلقيح ضد كورونا، إلا أن بعضهم يفضل الانتظار. أنا مستعدة لأخذ هذا اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع، فإذا اتحدنا للتحصين فإننا سنحمي بعضنا. من المنطق أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن حتى نمضي قدما في حياتنا. سأنتظر شهرين أو ثلاثة لمعرفة إذا كانت هناك أي أعراض في الموجة الأولى من التلقيح، لأنني أعاني من الربو.
الحكومة تتطلع إلى أن يعيد بدء حملة التطعيم الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع حلول فصل الربيع المقبل بانتظار الموافقة على لقاحي جامعة أكسفورد أسترازينيكا وموديرنا اللذين أثبتا فاعليتهما، ما قد يسرع تحصين أغلب الناس بما تعرف بمناعة القطيع مع الالتزام بإرشادات منع نقل عدوى كورونا. مصطفى زارو، الحدث، لندن. أهم الأخبار من الحدث. تركيا تبلغ وزير داخلية الوفاق عبر سفيرها في ليبيا انزعاج أردوغان من زيارة فتح بشآغة لمصر وفرنسا ورفضه للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب ما لم يوافق عقيل صالح على اتفاقية تركيا السراج. عقيل صالح يرفض الموافقة على أي تشريعات من خارج مقر انعقاد البرلمان في بنغازي أو المقر المؤقت في تبرق، ويعتبر أن إقالة رئيس المجلس أو حل نوابه جائز وفق القواعد الدستورية. عضو مجلس النواب الليبي فاطمة السويعي تكشف عن اجتماع تشاوري لأعضاء البرلمان في مدينة غدانس لإنهاء الانقسام وتشكيل لجان لبحث الآليات القانونية التي تضمن توحيد البرلمان. الجيش الليبي يضبط باخرة قادمة من تركيا إلى مصراتة تحمل العلم الجامايكي ويقتادها إلى ميناء سوسة البحري لدخولها منطقة محظورة شرق البلاد. الرئيس التونسي يؤكد خلال استقباله وفدا من مجلس النواب التونسي رفضه لأشكال العنف وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب. رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي يصف نواب ائتلاف الكرامة بالدواعش على خلفية اعتدائهم على نواب الكتلة الديمقراطية، ويؤكد أنه لا يمكن السكوت على هذه التطورات غير المسبوقة. مفوضية حقوق الإنسان تعبر عن قلقها تجاه تعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان العراق ورفضها لإجراء تكميم الأفواه. محتجون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد وسط بيروت رفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، ويتظاهرون أمام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة. تابعوا دائماً قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، كما يمكنكم أيضاً القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث.
الأخبار من الحدث. انزعاج تركي من زيارة بشآغا إلى مصر وفرنسا، وأنقرة غير مرتاحة للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين. بعد تجاوزات نواب ائتلاف الكرامة، رئيس تونسي يرفض العنف، واتحاد الشغل يندد بممارسات ائتلاف الإرهاب. فيما بات يعرف بيوم النصر، بريطانيا تبدأ اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا. أهلا ومرحبا بكم لمتابعة آخر الأخبار. في الملف الليبي، أبلغ السفير التركي في ليبيا وزير داخلية الوفاق فتحي بشآغا انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارته لمصر وفرنسا، وأن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا على حد تعبيره. كما أبلغ السفير التركي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن عدم ارتياح أردوغان للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، ويعتبر أي تقارب بين المشري وعقيل صالح مرفوض لدى أنقرة ما لم يوافق عقيل صالح على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على عدم الموافقة أو إقرار أي تشريعات تصدر من خارج مقر انعقاد البرلمان في بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق، كما أن أي جلسة تعقد في أي مكان آخر تعتبر غير شرعية. وأكد صالح أن التصويت على إقالة رئيس المجلس أو حل نوابه جائز بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. أن يلتئموا في المقر الرسمي في مدينة بنغاز أو الموقف بطبر، وعندئذ يمكنهم أن يتخذوا القرارات الصحيحة وفقا للإعلان الدستوري. وفي الختام نعلن أننا لا نقر ولا نعترف بأي قرارات أو مخرجات تأتي من خارج مقر المجلس في مدينة بنغاز أو المقر الموقف في مدينة طبر. أي جلسة تعتبر غير قانونية مخالفة للإعلان الدستوري، ولا يقتضي مشاركة الذين لا يعادوا اليمين الدستورية، ونبلغ بذلك بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والبرلمان العربي. بالنسبة للتصويت على إقالة رئيس المجلس أو أحد نوابه، فإن ذلك جائز قانونا بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس. ذلك يتطلب موافقة 120 نائب من الحاضرين، لا يدخل فيهم النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الذين رفضوا حلف اليمين الدستوري. يعني ذلك عدم التزامهم بالمحافظة على الاستقلال الوطني واحترام الدستور ومراعاة مصالح الشعب، فلذلك ليس لهم صفة بالتصويت في هذه المرحلة. كشفت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة السويعي أن أعضاء المجلس يعقدون اجتماعات تشاورية في مدينة غدامس بهدف التوصل إلى حل توافقي وإنهاء الانقسام، مضيفة أن المجتمعين شكلوا لجانا للبحث عن الآلية القانونية التي تضمن توحيد البرلمان. حقيقة يعني جئنا هنا بعد تشاورات واجتماعات كانت بين أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، وكذلك إلى حد الآن نحن نعقد اجتماعات وتشاورات بين أعضاء مجلس النواب لنصل إلى حلول جذرية لما كان يعني داخل البرلمان السابق الذي كنا يعني تحت قبة برلمان موحدة. الانشقاق اللي حصل في البرلمان، يعني برلمان في طبرق وبرلمان في طرابلس، حاولنا يعني بكل جهودنا أن يلتم هذا البرلمان تحت قبة واحدة. يعني حقيقة وصل عدد النواب إلى 120 نائب موجودين الآن في مدينة غدامس. هناك بعض اللجان شكلت لحرحلة بعض العراقيل التي واجهتنا من قبل. لا نريد أن نتجاوز الأمور القانونية، نريد البرلمان يعني يمارس دوره التشريعي على أكمل وجه.
كشفت وسائل أعلام نقلا عن عقيد بحري ليبي أن سرية بحرية مقاتلة في سوسة ضبطت باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة، مضيفا أنه تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرق ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية من أجل تفتيشها والتحقيق مع أفراد طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية. كانت الحمولة حسب تفتيش مبدئي حتى هذه الساعة، الحمولة هي عبارة عن أدوية متجهة إلى مدينة مصراتة. الآن المخالفة هي دخولها للمياه الإقليمية، الممنوع الدخول إليها أصلا في العرف الدولي، لا تدخل المياه الإقليمية إلا بإذن مسبق وإعلام الدولة صاحبة المجال البحري. النقطة الثانية، الكابتن لم يتخذ الإجراءات القانونية التي يجب أن يعمل بها في كل الحالات، سواء في حالة الحرب أو حالة السلم. ثالثا، الكابتن لم يعمل وفق الجهاز الموجود لديه والذي يحدد مناطق الممنوعة والمناطق النزاع والمناطق التي قد تشكل خطرا على السفينة. أجمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن تركيا تعاطت بشكل سلبي مع حزمة الحوافز والعروض الإيجابية التي قدمتها القمة الأوروبية قبل شهرين. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل، قال أن الوزراء لم يلاحظوا تغييرا جوهريا في سلوك تركيا. إجماع الوزراء يقود مباشرة إلى خيار العقوبات الذي سيعرض على القمة يومي الخميس والجمعة المقبلين. التقييم السلبي الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد مراجعتهم تطورات أزمة شرق المتوسط يفتح الباب على مصراعيه لخيار العقوبات ضد تركيا، خيار سيعرض على قادة الاتحاد ليلة الخميس الجمعة. الوزراء كلهم أجمعوا على أنهم لم يلاحظوا تغيرا جوهريا في سلوك تركيا، بل على العكس فإن الأوضاع ازدادت سوءا، حيث نشاطات المسح الزلزالي متواصلة. الخيبة جماعية من تجاهل تركيا حزمة الحوافز التي عرضتها القمة على أنقرة مطلع شهر أكتوبر الماضي. حدة الأزمة أحبطت جهود الوساطة الألمانية. عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحالة توتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة. اليونان طالبت الدول الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا لأنها قد تستخدم ضد بعض دول الاتحاد. أجرينا نقاشات معمقة حول سلوك تركيا، حيث أجمع كل الوزراء على أن تركيا لم تتجاوب مع الرسالة الإيجابية التي أتتها من القمة الأوروبية في أكتوبر الماضي. الرئيس التركي دعا الاتحاد الأوروبي إلى حل مشاكل شرق المتوسط دون إقصاء أي بلد، وجدد في الوقت نفسه رفض بلاده الاعتراف بالحدود البحرية، موقف أعقبه تصريح من وزير الخارجية التركي يعرب فيه عن الرغبة بالحوار مع اليونان. التقييم السلبي الأوروبي يقود إلى خيار العقوبات ضد تركيا احتمالا ليلة الخميس الجمعة، خطوة ستكون محسوبة كي لا تدخل الجانبين في دوامة العقوبات والعقوبات المضادة، هذا إذا لم تطرأ مفاجأة دبلوماسية في آخر لحظة. نور الدين الفريد، الحدث، بروكسل. أكد رئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وفدا من مجلس النواب رفضه لكل أشكال العنف حيثما أو أينما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. تونس تعيش أدق وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، ولكن من يتوهم أو يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم. نحن نرفض العنف في الشارع، فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول.
دنا الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي قال إن كتلة وصفها بائتلاف الإرهاب متخفية بالحصانة البرلمانية في ممارساتها، مستنكرا صمت القضاء على هذه الكتلة التي وصفها بالعصابة الإجرامية. كما ندد الاتحاد في بيان له بما وصفه بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية، معتبرا أنه خروجا عن الدستور وتطاولا رخيصا على نساء تونس. نحن في البرلمان التونسي نقاش حاد تحول إلى ملاسنات قبل أن يتطور الموقف لاحقا إلى عنف أدى لإصابات ونقل أحد النواب بعد أن نزف الدم من وجهه للعلاج في إحدى المصاحات. سمع عبو أغمي عليها في الحادث ولم تخرج منه للصدمة بعد، وتشعر بآلام كما تقول بعد تعرضها لضربات في الشجار البرلماني. النواب اللي هما تلف هذا الحوار لا يفقهون لغة الحوار، بل يفقهون فقط لغة العنف. هذا هو، لأن النواب هذوما لا يؤمنون بالمؤسسات وبالديمقراطية، هم دعاة فوضى. خلفية الحادث تباين الحاد في وجهات النظر حول قضايا المرأة والعنف السياسي والديني وحرية التعبير في البرلمان التونسي. حديث لأحد نواب الكرامة المحسوبة على حركة النهضة تضمن آراء اعتبرها التيار الديمقراطي والحركة النسائية رجعية ومهينة للمرأة التونسية. هناك معناها شريحة تنتمي إلى جهة معينة لم تتقبل أن تكون للمرأة حقوق مدسترة وعندها قانون معناها يحماها. امتداد العنف إلى البرلمان يعزز الهواجس في تونس من ردة اجتماعية وفكرية، خاصة في مجالات حققت فيها مكاسب تاريخية كبيرة من بينها حقوق المرأة. راشد الغنوشي سار عائدا لمقعده مع استئناف الجلسة العامة وكأن شيئا لم يحدث، بيد أن زعيم الحركة التي خرج من عباءتها نواب كتلة الكرامة واجه تهديدات بعزله إذا لم يستجب لمطلبين تقدمت بهما 5 كتل برلمانية، وهما رفع الحصانة عن النواب الدواعش كما وصفهم النائب حسون الناصفي وتقديمهم للعدالة. خليل ولد جدود، الحدث، تونس. في لبنان اقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت رفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، ثم توجه عدد منهم باتجاه الأشرفية للتظاهر أمام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي. إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التزامه بالمبادرة اللبنانية خصوصا في شقها الإنساني، لكنه أكد أيضا استمراره في ممارسة ضغط سياسي على شركاء الأزمة اللبنانية بشكل ودي. سوف ننظم عملنا من خلال مواصلة مبادرتنا اللبنانية على صعيد المساعدات الإنسانية والأممية كما فعلنا الأسبوع الماضي. سنواصل أيضا ممارسة ضغط سياسي بشكل ودي. كل هذا يتوقف على قدرتنا الجماعية في بلورة سياسة متوسطية قائمة على التعاون في مجال الطاقة وحرية التنقل ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة. في السودان تتواصل اللقاءات بين مكونات الحكم في الفترة الانتقالية في محاولة لتقريب وجهات النظر بعد التباين الذي طرأ إثر قرار رئيس مجلس السيادة السوداني تشكيل مجلس شركاء للفترة الانتقالية الذي يعني بحسم أو يعنى بحسم الخلافات بين مكونات الحكم في السودان. التفاصيل مع الزميل محمد عثمان، نتابع.
بالحكمة والعمل الجماعي يمكن تجاوز أزمات البلاد، هكذا قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي جوبها قراره بتشكيل مجلس لشركاء الفترة الانتقالية بموجة رفض واسعة من قبل الحكومة التنفيذية وحاضنتها السياسية. البرهان أكد التزامه بالدستور الانتقالي الذي نص على تكوين مجلس الشركاء في المادة 80 التي أضيفت بعد اتفاقية السلام، وجاء تكوين مجلس الشركاء كجسم يعنى بحسم التباينات في وجهات النظر حال حدوث أي خلاف بين مكونات الحكم في السودان. شيئاً فشيئاً بدأت سحابة الخلافات بالتلاشي من خلال تكوين لجنة رباعية من أطراف العملية السياسية لوضع لائحة عمل تحدد السلطات والصلاحيات بشكل دقيق. هذه اللجنة مهمتها ضبط صلاحيات هذا المجلس بما يسمح إنه هذا المجلس يطلع بمهام التنسيق ومهام توحيد المواقف من القضايا المختلفة بعيدة من أي مهام تنفيذية وسياسية. المواقف السابقة التي شهدتها الفترة الانتقالية كشفت تصدعات على جسر العلاقة بين مكونات الحكم بحاجة لترميم عبر مجلس الشركاء، بيد أن المخاوف عند البعض تظل حاضرة على مائدة النقاش الرباعي حول مجلس الشركاء من شيطان التفاصيل. تقول الحرية والتغيير أنها تمثل لجان المقاومة وأطراف كثيرة في الساحة المطلعة بمعالجة هذه الأزمة ترى ضرورة أن يكون هنالك أعضاء من لجان المقاومة في مجلس الشراكة. يبقى تباين المواقف بين شركاء الحكم حتى في تشكيل مجلس يناط به توحيد الرؤى أقوى حجة لضرورة تكوينه بأسرع ما يمكن ليتسنى خروج القرار الحكومي بإجماع ظل غائباً على مدى عام من عمر الفترة الانتقالية. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. تنطلق اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في بريطانيا في تحرك حاسم في مواجهة هذه الجائحة. 50 مستشفى في إنجلترا إلى جانب مستشفيات أخرى في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية دربت كوادرها واستعدت لبدء أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا. 800,000 لقاح فايزر بايونتيك المرخص من هيئة تنظيم الدواء وصلت إلى المستشفيات. This feels like the beginning of the end. هذا يبدو وكأنه بداية النهاية لكورونا في سباق ماراثوني سيستغرق عدة أشهر لتحصين أي شخص يحتاج إلى التطعيم. وفق توصيات مجموعة العمل المكلفة بالتلقيح، ستشمل المرحلة الأولى من التحصين من يبلغ 80 من العمر أو ما فوق إلى جانب المقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها وفي خدمات الصحة الوطنية. والملكة إليزابيث الثانية من بين المؤهلين لتناول هذا التطعيم كما أشارت وسائل إعلامية. وفيما رحبت غالبية الناس بانطلاق التلقيح ضد كورونا إلا أن بعضهم يفضل الانتظار. أنا مستعدة لأخذ هذا اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع، فإذا اتحدنا للتحصين فإننا سنحمي بعضنا. من المنطق أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن حتى نمضي قدما في حياتنا. سأنتظر شهرين أو ثلاثة لمعرفة إذا كانت هناك أي أعراض في الموجة الأولى من التلقيح، لأنني أعاني من الربو. الحكومة تتطلع إلى أن يعيد بدء حملة التطعيم الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع حلول فصل الربيع المقبل بانتظار الموافقة على لقاحي جامعة أكسفورد أسترازينيكا وموديرنا اللذين أثبتا فاعليتهما، ما قد يسرع تحصين أغلب الناس بما تعرف بمناعة القطيع مع الالتزام بإرشادات منع نقل عدوى كورونا. مصطفى زارو، الحدث، لندن. والآن مشاهدينا نبقى مع إعادة للمقابلة التي أجراها الزميل محمود الوروري مع محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي. نشكر لكم هذه المتابعة، إلى اللقاء. من العاصمة التونسية الأستاذ محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي. سيد محمد، أهلا بك. يعني ما حدث اليوم سابقة يقال في تونس بهذه الطريقة، لكنها تعكس خلاف قديم
ما بين يعني ممكن نسميه أنصار شكري بالعيد وما حدث له وبين أنصار فريق آخر ينتمي للنهضة والتيار الإخواني. يعني ليس القضية فقط هي اجتماع لجنة للمرأة في مجلس النواب، هل الأمر بهذا الشكل؟ لا، الأمر هو يحيننا مباشرة على 2011-2012-2013 وقت الصراع المباشر مع الحركة الإسلامية وبصورة خاصة مع حركة النهضة وكذلك سائر المتطرفين والتكفيريين بين الصراع اللي كان يدور ما بين ناس جمهوريين ديمقراطيين من جهة اليساري وكذلك الليبراليين ومن جهة أخرى معناها الناس اللي تحب تمر معناها إلى بناء دولة استبدادية باسم الدين. إذن الصراع ليس بجديد وهو دوما يمشي ويعود من جديد ويتجدد، معناه كل مرة يأخذ مظهر. أخي معناه وقت اللي قال معناه لكونه راهم دواعش، راهم دواعش ما هو مش معناه ما هيش فدل كزادة، معناه مش معناه مثلا متاع كأن وصف كيكا استفزازي ووصف متاع توتر، وإنما سي سفيان مخلوف يعني معناه كان مصور في ليبيا مع الجماعات الإسلامية معناه هو زاد في 2013 في 2013 بعد الثورة التونسية كانت هناك موجة من العداء ما بين التيارين، هو تيار الإسلام السياسي وما كان منتمي للإخوان وقتها، ما بين التيار الوطني الديمقراطي أو الوطني التونسي بشكل كام، نتج عنه اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي في 2013. أنت أمام حلقة من صراع ما بين هذه الكيانات السياسية مختلفة التوجهات تمثلت اليوم في البرلمان بهذا الشكل. هنا أسأل عن السيناريو المتوقع، إلى ماذا يمكن أن يصل ما بين هذه ما بين المختلفين سياسيا في التوجهات داخل البرلمان أكثر مما رأيناه اليوم؟ ما الآن معناه ما ثماش في حقيقة الأمر معناه لا أرى حلا ممكنا مباشر، لأنه كل حل مثال حل البرلمان هو يمشي إلا كان في صحة في صالح القوى معناه المتطرفة صالح القوى معناه التكفيرية والإرهابية إلى آخره، ما هوش مش يمشي في صالح القوى معناها الديمقراطية والجمهورية، معناها مازال على خاطر مازالت القوى الجمهورية والديمقراطية هذه مازالت مشتتة ليست مجمعة. على خاطر اليوم باش النجم تتغير ميزان القوى داخل البرلمان يلزم يتوجد معناها تجميع هذه القوى حول حد أدنى معناها لإنقاذ البلاد وإنقاذ الجمهورية. ما كانش ما نجموش ما كانش ما ثماش حل، مش يبقى ديما الصراع متداول متواتر معناه وفقط اللي كونه يزيد يأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأكثر ولا أقل. طيب أستاذ محمد، خليني أعيد القضية التي تابعها المشاهد اليوم في داخل البرلمان التونسي إلى أصلها. نائب عن ائتلاف الكرامة تحدث الخميس الماضي عن رؤيته في حرية المرأة ورفض الإنجاب خارج مؤسسة الأسرة، ورفض أيضا مصطلح الأمهات العازبات، ورفض فكرة هذه الأفكار التي قد يعترض عليها كثيرون لا ينتمون للتيار الإسلامي السياسي. حينما عقدت الجلسة اليوم هوجم الرجل بهذا الشكل، خليني أمثل الطرف الغائب، يعني هو عرض وجهة نظره وهو نائب في داخل البرلمان. حينما توصف المسألة في داخل البرلمان، هل ممكن أن تدار بطريقة غير التي تبعناها؟ يعني هل الجميع مخطئ؟ راهو معناه عند ما الناس تقدم أوصاف ولا تعارض مواقف ما عارضتهاش بالعنف، لكن الرد متاعه هو كان الرد بالعنف. الرد متاعه هو معناه من استعمل العنف معناها إذن معناها وباعتبار هذيك هي لغتهم، هذيك هي لغتهم، إما العنف اللفظي أو العنف معناها المادي. الآن عنف مادي، عنف جسدي، نعم. غدويك معناها يولي مع عنف بالسلاح كيف ما ريناه معناها عديد المرات في الاغتيالات. لكن معناها اللي معناها الناس اللي تستعمل منظومة العنف كآلية للتعامل السياسي
هم راهم بالضرورة إرهابيين، ما ينجموش يكونوا دون ذلك. دونك معناها أنه السيد معناها وقت اللي توجهوا له نقدوه معناها وطالبوا مجلس النواب ورئيس مجلس النواب باش ياخذ موقف وطالبوا معناها بأنهم باش يخرجوا لائحة فيه، معناها هذا الكل معناها كلام، معناها معارضة باللغة، معارضة بالكلام، معارضة بالمواقف السياسية. نعم. وليس معناها وليس العكس، ما استعملوش معاه العنف. طيب هو اللي استعمل العنف، هو الذي بادر بالعنف. والسيد هذاك طبيب، طبيب معروف يا رسول الله، معناها تو انسان، معناها انسان طبيب يعرف جسد الانسان ويعرف قيمه الحياه وكذا الى اخره، يجي يقول معناها للامهات العازبات كونهم عاهرات ويسب في النساء معناها اللي انسان دوهم، معناها فك الموقف هذاك على انهم عاهرات. نعم. معناها غير معقول بالنسبه لتونس، على خاطر راهي بالنسبه لتونس تقدمت معناها خطى كبيره، وثم في بلدان اخرى عربيه زاد كذلك قاعدة تتقدم وقاعدة تتطور، احنا يحبوا يجبدونا للخلف معناها الى معناها لاي سبب كان، معناها امرأة عازبة جاب صغير، مهما كانت الظروف هي انسانة قبل كل شيء. نعم. واللي جابته هو طفل في حاجة الى الرعاية والحماية، معناها يعني ما في المجتمع لا ينتقم. معلش عشان في جمهور بيشاهدنا وقد يكون معترض على هذه الظاهرة، أن تناقش ظاهرة دون أن تشرعنها، هذا هو الفرق. يعني فكرة الإنجاب خارج الأسرة، احنا في مجتمعات محافظة في العالم العربي والإسلامي يمكن أن تناقش طبيعي. الفكرة من جانبها الحقوقي والإنساني أن هذه امرأة لا حقوق، لكن أن تشرع هذه الظاهرة بأنه كل امرأة تريد أن تنجب خارج المؤسسة الزواج دون أن تتزوج أو شيء من هذا القبيل، تشرع هذا في مجتمع عربي وإسلامي، أتصور هناك يعني تحفظات من خارج بيت الإسلام السياسي أيضا أستاذ محمد، يعني ليس كل التوانسة سيوافقون على هذه الظاهرة. لا هي ما هيش ما معناها الناس، سمحني الناس اللي معارضين الموقف متاع معناها السيد المعني، معنا ما همش معنا مش يحبوا يشرعوا الحكاية هذيك، هما باش يحميوا، معناها باش يحميوا معناها الطفل والأم زاد كذلك. نعم. معناها التي أنجبت معناها خارج إطار خارج إطار الأسرة، معناها هما باش يحميوها، المجتمع مطالب يحمي. نعم. في الناس كل المجتمع، سينو مش إذا كان ما يقومش بالدور هذا في حماية المواطنين أيا كانت معناها. نعم. أيا كانت خياراتهم وأيا كانت سلوكاتهم، يلزم المجتمع يوفر الحماية اللازمة لكل أفراده. ما كانش ما عادش مجتمع، هل المجتمع هذا ما ينجمش يكون مجتمع عادل؟ نعم. وما ينجمش يكون مجتمع تتعايش فيه مختلف الأفراد بقطع النظر معناه عن سلوكاتهم وعن مواقفهم وعن زاد كذلك أوضاعهم الاجتماعية. أيا كانت الخلافات لا ترتقي إلى استخدام اليد والضرب وما تبعناه في البرلمان صورة مؤسفة. بشكرك الأستاذ محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي، كان معي من العاصمة التونسية. أستاذ محمد شكرا جزيلا.
لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. الأخبار من الحدث. انزعاج تركي من زيارة بشاغة إلى مصر وفرنسا، وأنقرة غير مرتاحة للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين. بعد تجاوزات نواب ائتلاف الكرامة، الرئيس التونسي يرفض العنف، واتحاد الشغل يندد بممارسات ائتلاف الإرهاب. فيما بات يعرف بيوم النصر، بريطانيا تبدأ اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة برفقتنا. نبدأها من الملف الليبي، حيث أبلغ السفير التركي في ليبيا وزير داخلية الوفاق فتح بشاغة انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارته لمصر وفرنسا، وأن هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا على حد تعبيره. كما أبلغ السفير التركي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن عدم ارتياح أردوغان للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، ويعتبر أي تقارب بين المشري وعقيل صالح مرفوض لدى أنقرة ما لم يوافق عقيل صالح على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. لذلك أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على عدم الموافقة أو إقرار أي تشريعات تصدر من خارج مقر انعقاد البرلمان في بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق، كما أن أي جلسة تعقد في أي مكان آخر تعتبر غير شرعية. وأكد صالح أن التصويت على إقالة رئيس المجلس أو حل نوابه جائز بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. أن يلتئموا في المقر الرسمي في مدينة بنغاز أو الموقف بطبر، وعندئذ يمكنهم أن يتخذوا القرارات الصحيحة وفقا للإعلان الدستوري. وفي الختام نعلن أننا لا نقر ولا نعترف بأي قرارات أو مخرجات تأتي من خارج مقر المجلس في مدينة بنغاز أو المقر الموقف في مدينة طبر. أي جلسة تعتبر غير قانونية مخالفة للإعلان الدستوري ولا يقتضي مشاركة الذين لا يؤدي اليمين الدستورية، ونبلغ بذلك بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والبرلمان العربي. بالنسبة للتصويت على إقالة رئيس المجلس أو أحد نوابه، فإن ذلك جائز قانونا بشرط اتباع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس. ذلك يتضمن موافقة 120 نائب من الحاضرين، لا يدخل فيهم النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الذين رفضوا حلف اليمين الدستوري. يعني ذلك عدم التزامهم بالمحافظة على استقلال الوطني واحترام الدستور ومراعاة مصالح الشعب، فلذلك ليس لهم صفة في التصويت في هذه المرحلة. كشفت وسائل أعلام نقلا عن عقيد بحري ليبي أن سرية بحرية مقاتلة في سوسة ضبطت باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة، مضيفا أنه تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرق ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية من أجل تفتيشها والتحقيق مع أفراد طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحمل الجنسية التركية. كانت الحمولة حسب التفتيش المبدئي حتى هذه الساعة، الحمولة هي عبارة عن أدوية متجهة إلى مدينة مصراتة. الآن المخالفة هي دخولها للمياه الإقليمية، الممنوع الدخول إليها أصلا في العرف الدولي، لا تدخل المياه الإقليمية إلا بإذن مسبق وإعلام الدولة صاحبة المجال البحري. النقطة الثانية، الكابتن لم يتخذ الإجراءات القانونية التي يجب أن يعمل بها في كل الحالات،
سواء في حالة الحرب أو حالة السلم. ثالثا الكابتن لم يعمل وفق الجهاز الموجود لديه والذي يحدد مناطق الممنوعة والمناطق النزاع والمناطق التي قد تشكل خطرا على السفينة. وفي شأن التونسي أكد الرئيس قيس سعيد خلال استقباله وفدا من مجلس النواب رفضه لكل أشكال العنف أينما كان وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. تونس تعيش أدق وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، ولكن من يتوهم أو يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم. نحن نرفض العنف في الشارع، فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول. إلى ذلك دان الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي قال إن كتلة وصفها بائتلاف الإرهاب متخفية بالحصانة البرلمانية تمارسها، مستنكرا صمت القضاء على هذه الكتلة التي وصفها بالعصابة الإجرامية. كما ندد الاتحاد في بيان له بما وصفه بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية، معتبرا أنه خروجا عن الدستور وتطولا رخيصا على نساء تونس. نحن في البرلمان التونسي نقاش حاد تحول إلى ملاسنات قبل أن يتطور الموقف لاحقا إلى عنف أدى لإصابات ونقل أحد النواب بعد أن نزف الدم من وجهه للعلاج في إحدى المصاحات. سمع عبو أغمي عليها في الحادث ولم تخرج منه للصدمة بعد، وتشعر بآلام كما تقول بعد تعرضها لضربات في الشجار البرلماني. النواب اللي هما تلف هذا الحوار لا يفقهون لغة الحوار، بل يفقهون فقط لغة العنف. هذا هو، لأن النواب هذوما لا يؤمنون بالمؤسسات وبالديمقراطية، هم دعاة فوضى. خلفية الحادث تباين الحاد في وجهات النظر حول قضايا المرأة والعنف السياسي والديني وحرية التعبير في البرلمان التونسي. حديث لأحد نواب الكرامة المحسوبة على حركة النهضة تضمن آراء اعتبرها التيار الديمقراطي والحركة النسائية رجعية ومهينة للمرأة التونسية. هنالك معناها شريحة تنتمي إلى جهة معينة لم تتقبل أن تكون للمرأة حقوق مدسترة وعندها قانون معناها يحماها. امتداد العنف إلى البرلمان يعزز الهواجس في تونس من ردة اجتماعية وفكرية، خاصة في مجالات حققت فيها مكاسب تاريخية كبيرة من بينها حقوق المرأة. راشد الغنوشي سار عائدا لمقعده مع استئناف الجلسة العامة وكأن شيئا لم يحدث، بيد أن زعيم الحركة التي خرج من عباءتها نواب كتلة الكرامة واجه تهديدات بعزله إذا لم يستجب لمطلبين تقدمت بهما خمسة كتل برلمانية، وهما رفع الحصانة عن النواب الدواعش كما وصفهم النائب حسون الناصري وتقديمهم للعدالة. خليل ولد جدود، الحدث، تونس. تنطلق اليوم حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في بريطانيا في تحرك حاسم في مواجهة جائحة كوفيد-19. 50 مستشفى في إنجلترا إلى جانب مستشفيات أخرى في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية دربت كوادرها واستعدت لبدء أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا. 800,000 لقاح فايزر بايونتيك المرخص من هيئة تنظيم الدواء وصلت إلى المستشفيات. This feels like the beginning of the end. هذا يبدو وكأنه بداية النهاية لكورونا في سباق ماراثوني سيستغرق عدة أشهر لتحصين أي شخص يحتاج إلى التطعيم. وفق توصيات مجموعة العمل المكلفة بالتلقيح ستشمل المرحلة الأولى من التحصين من يبلغ 80 من العمر أو ما فوق إلى جانب المقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها وفي خدمات الصحة الوطنية. والملكة إليزابيث الثانية من بين المؤهلين لتناول هذا التطعيم كما أشارت وسائل إعلامية،
وفيما رحبت غالبية الناس بانطلاق التلقيح ضد كورونا، إلا أن بعضهم يفضل الانتظار. أنا مستعدة لأخذ هذا اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع، فإذا اتحدنا للتحصين فإننا سنحمي بعضنا. من المنطق أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن حتى نمضي قدما في حياتنا. سأنتظر شهرين أو ثلاثة لمعرفة إذا كانت هناك أي أعراض في الموجة الأولى من التلقيح، لأنني أعاني من الربو. الحكومة تتطلع إلى أن يعيد بدء حملة التطعيم الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع حلول فصل الربيع المقبل، بانتظار الموافقة على لقاحي جامعة أكسفورد أسترازينيكا وموديرنا اللذين أثبتا فاعليتهما، ما قد يسرع تحصين أغلب الناس بما تعرف بمناعة القطيع مع الالتزام بإرشادات منع نقل عدوى كورونا. مصطفى زارو، الحدث، لندن. أهم الأخبار من الحدث. تركيا تبلغ وزير داخلية الوفاق عبر سفيرها في ليبيا انزعاج أردوغان من زيارة فتح بش آغا لمصر وفرنسا ورفضه للتقارب بين مجلسي الدولة والنواب، ما لم يوافق عقيل صالح على اتفاقية تركيا السراش. عقيل صالح يرفض الموافقة على أي تشريعات من خارج مقر انعقاد البرلمان في بنغازي أو المقر المؤقت في تبرق، ويعتبر أن إقالة رئيس المجلس أو حل نوابه جائز وفق القواعد الدستورية. عضو مجلس النواب الليبي فاطمة السويعي تكشف عن اجتماع تشاوري لأعضاء البرلمان في مدينة غدانس لإنهاء الانقسام وتشكيل لجان لبحث الآليات القانونية التي تضمن توحيد البرلمان. الجيش الليبي يضبط باخرة قادمة من تركيا إلى مصراتة تحمل العلم الجامايكي ويقتادها إلى ميناء سوسة البحري لدخولها منطقة محظورة شرق البلاد. الرئيس التونسي يؤكد خلال استقباله وفدا من مجلس النواب التونسي رفضه لأشكال العنف وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة لمصالح الشعب. رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي يصف نواب ائتلاف الكرامة بالدواعش على خلفية اعتدائهم على نواب الكتلة الديمقراطية، ويؤكد أنه لا يمكن السكوت على هذه التطورات غير المسبوقة. مفوضية حقوق الإنسان تعبر عن قلقها تجاه تعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان العراق ورفضها لإجراء تكميم الأفواه. محتجون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد وسط بيروت رفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، ويتظاهرون أمام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي. تابعوا دائماً قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب، كما يمكنكم أيضاً القيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.